السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا ومرحبا بكم جميع، والله يمسينا وياكم برضا والعافية. مطعم بالهمبار هالمكان الحلو اللي تشوفونه، اللهم لك الحمد، وبرعاية السوق البلدي وبلدي إكسبرس مثل ما تشوفون وفروا لنا هالمنتجات كلها وما قصروا. طبعا الله يسلمكم، تعودنا كل يوم لنا طبق قطري أو عالمي مميز، وأيضا ضيف مميز. ضيفنا هالمرة بيض الله وجهه على جيته، والصراحة إن شاء الله راح نستمتع معاه في الحلقة. هو ضيف ما شاء الله مميز، تخصص في مجال التصوير والفوتوغرافي، وايضا له عده اهتمامات ومجالات وايد حلوه. مع الحوار معاه شوقني، وبخليكم تتشوقون تشوفون ضيفنا. ضيفنا الله يسلمكم اخونا خليفه العبيدي ابو سعود. يا مرحبا ابو سعود، منور الحلقه عندنا اليوم. نور نورك، الله يسلمك. عساك طيب، الله يبارك فيك. شو اخبارك يا ابو اسلم؟ الله يرحم والديك ويطول لي بعمرك. طبعا الله يسلمك، قبل اشرح حق الساده المشاهدين، انا بخلي ابو سعود هو بروحه يعطيكم نبذه بسيطه وطيبه عنه. أنا اليوم جيت وجبت معي كاميرتي. الله الله. والتصوير هو اللي ماشي مع حياتي من الأيام الابتدائية. تبارك الله. الوالد أهداني كاميرا، وسبحان الله. كانت شنو؟ كوداك صغيرة 110. تتذكرها؟ إي موجودة الكاميرا للحين. إي عليك موجودة، نعم. فمن يومها وأنا مع هالمجال في هالتصوير، ودخلت مجال المتاحف ما شاء الله وكولكشنز وأمور كثيرة. حاليا طبعا مدير مطاف في مقر الفنانين، تستاهل، وشغالين مع الفنانين ونطور المشهد الفني في قطر. عيني عليك بار. طبعا الله يسلمك، صار لي فتره وجيزه اكون صريح معاك، يمكن ما يمديني اتابع الناس، لكن اتابعك بما انك ما شاء الله لك ايضا غض النظر عن التصوير عندك مقتنيات من الكاميرات. اي نعم. فهالكاميرا كنا نسولف معاها قبل الحلقه من عام 1932 بالضبط، وشغاله وتصور فيها، ويا يصورني صوره فيها بعد. بالضبط، وهذه من الكاميرات اللي موجوده معاي، عندي مقتنيات كثيره. فهذه تعتبر الكاميرات الميكانيكيه اللي تستمر، يعني كيدويه غير عن الديجيتال الحين. اي نعم. كل شيء صار رقمي، صار سوفت وير. اي نعم. هذه ما شاء الله بتمشي يعني مدى الحياه. يا عيني عليك. والكولكشن هذه تتكلم عن تطوير الكاميرات والتصوير خلال القرون الماضيه. القرون الماضيه. وانزين بس، وش الطبخات اللي تحب تطبخها؟ وش المطبخ اللي تحب تروح له دائما؟ طبعا انا دائما اليهال عندي في البيت احب اعلمهم اساسيات الطبخ. حلو. بحكم انهم يطلعون يسافرون دراستهم وكذي، فالباستا شيء رئيسي عندهم. اي. ولكن بحكم انا عشت شويه في تشيكوسلوفاكيا ذيك الايام في التسعينات. حلو. فالمطبخ الروسي، المطبخ التشيكي، الشغلات هذه بعد الواحد. يا عيني، عاد اليوم جايينك على العوق الله يسلمك. والله. طبقنا روسي الله يسلمك، بنسوي مع بعض استراغانوف والسلطه الروسيه. تمام. بنشرح حق الساده المشاهدين مقادير طبقنا اليوم. طبقنا الله يسلمكم نبتدي معاكم في الخردل. الخردل عبارة عن حبوب الخردل اللي تيكم صفرة بهالطريقة. عندنا مكعبات الزبدة مثل ما تشوفون. كريمة الطبخ هذه من العناصر الأساسية اللي لازم تتواجد معانا في الاستراغانوف. اسم روسي اسمها الطبق، اسمها الطبق استراغانوف. عصرة ليمون، البصل الأبيض مقصص شرايح طويلة، لحم العيل تأخذون من العجل لحمة الفتيلة، وايد طعم طيب تعطيكم. وعندنا هني المشروم والعيش مغسول ومنقع. اني عند اخونا، طبعا السلطه بتكون بيد الله يسلمكم اخونا ابو سعود، عنده المايونيز والليمون، الجزر مفيوح نص فوحه، النخي ايضا مفيوح نص فوحه، والبطاطا تقريبا مفيوحه عندنا 90%. ليش؟ السلطه الروسيه يحبون طريقه البطاطا، انك لما تاكلها تحس فيها لحد الان كبسه خفيفه، مو هو ذبلانه كلش، وما تخلى من التركي اللي هو صدور الديك الرومي. نعم. بسم الله على بركه الله. وهني بحط مكعبات الزبده. طبعا لا يقولون لي البعض ليش حطيت زبده وايد، هو الاستراغانوف حالاته مع الكريمه تكون كريمه خفق على قولتهم، وتيكم جوسي بالزبده. يلا ما حطيتها كلها عشان خاطر اغلب اخواننا واخواتنا اللي يتابعونا ويقولون في رمضان طبقنا بيكون دسم. حلو. طبعا ننتظر الزبده تذبل معانا. ابو سعود ما له داعي لبسك جلافز، لانك بتستخدم الله يسلمك القباش وبتخلط بقبشتين. بالضبط. توكل على الله. نلاحظ مع الساده المشاهدين الزبده بدات تحمى معانا على اعلى نار. الحين ننزل اللحم، لا تنزلونه ضربه واحده كذي شوي. ايوه، خلوه ياخذ لون وريحه. مثل ما قلنا شرايح لحم العجل. لازم يتوزع كذي على كل. ويتوزع يا عيني عليك، خله يبتدي الحين مثل ما تقول يتحمر معانا بعد. يا سلام. بسم الله وعلى بركة الله. وبعد شو الأطباق اللي تطبخها؟ أكيد هالسنة عندكم عنا نزلتوا شمال ولا جنوب؟ والله إحنا دائما في العنة عندنا الماستر شيف حمد
وفهد هم اللي يستلمون الامور، ما أنا ما اقدر احرك اي شيء. اللي وجد الماء بطل التيمم على قولتهم. وجد الماء بطل التيمم، فما شاء الله عليهم يسوون شغلات حلوه. ما شاء الله. انا اكثر اسوي الشغلات السريعه الخفيفه في التناتيف. الشغلات السندويشات، التوستات، الامور هذه. يا عيني عليك. التشكيلات الخفيفه الصحيه. الصحيه نعم. عاد عندي انا واخوك حمد الله يسلمك ما يمشي شيء اسمه صحيح معانا. داش بالخمس. اي والله بالخمس صاج. اي والله صاج. عندنا الله يسلمكم رشه ملح على ما يفوح العيش الله يسلمكم. بنخلي العيش ينسلق في هالزين اللي تشوفونه هالماي الحار. عاد بسعود اول ما الماي يبتدي يبقبق معانا على قولتهم تمام بعطيك العيش اشخل منه الماي شوي اوكي ونبلش هني حق اللحم. البعض يقول ليش حطيت الملح في البدايه وانت في حلقاتك كنت تذكر ان الملح نحطه اخر شيء. هذه قطع شرايح رفيعه فراح تنطبخ معانا بسرعه ان شاء الله. هذا الملح وليحين بينطبخ معانا بالكريمه بعد. ما شاء الله وجبه دسمه هذه شويه. اي دسمه كريمه وزبده. طبعا في البعض يقول لك من باب الهيلثي يحط بدال الزبده زيت زيتون، بس انا احب اعطي كل طبق حقه في النكهه. بس لان الروس هناك جوهم بارد. جوهم بارد ويضربون شحم بعد. بالضبط يحتاج هذه الدسومه في الاكل. اي نعم. نعم. ابو سعود ولا توم بس صف لي الماء صف لي الماي منه ونزل على طول هني في ماي الفوح. من ياخذ معانا فوره خلاص بنشخل العيش نخليه يطبخ معانا 70%. ابو سعود الله يسلمكم ياب معاه علبتين احنا قلنا بنتكلم فيهم في الحلقه. أيه. العلبتين الله يسلمكم على ايام امه رحمه الله عليها فكان يقول لي كانت تي تعبانه من المطبخ كذي ما تعرف تقرا كانت. بالضبط ما تعرف تقرا. فكان يقرا لها وسوى لها الفكره انه حطا لها ستيكر على كافه العلبه وكتب لها المقادير بطريقته الخاصه. صحيح. تقدر تتكلم مع الساده المشاهدين ابو سعود. هذه الطريقه انه سويت علبه وكتبت عليها وصفات لوالدتي. حيث انه في رمضان لما نقعد مع بعض ويعني اقعد معاه في المطبخ اسليها تقول لي تعال اقرا المكتوب على العلبه على اساس انه تحضير بعض الشغلات. يا عيني. فكتبت لها شغلات زي هذه مثلا طريقه التحضير. سيدتي افتحي العلبه بالمقراض الحمر المعلق فوق المغسله. المعلق فوق المغسله. تقول لي يعرفون من المقراض معلق فوق المغسله عندنا؟ ايش عرفهم عن مطبخنا؟ اقول لها ستاندرد. وحطي البازيلا في البادية الصفراء القديمة وليس الجديدة. يا عيني عندنا كذا مخيرها بعد. اي نعم. فهي تستغرب من المواضيع هذه بس هي تعرف تقريبا ان هالموضوع مش مكتوب من تأليفي. ايوه. وماشية معي على الخط. الله يرحمها. اذكر مرة نادت واحد من الاخوان يقرا لها. أيوة. وقاعد يقرا لها اللي مكتوب فعليا على العلبة. ما صدقت. تقول له انت ما تعرف تقرا. اي قالت لي خليفه غير هو اللي يعرف يقرا بطريقه افضل. الله يرحمه يغمد روحه الجنه، لكن الفكره وايد حلوه عجبتني. لو في نقطه بعد. اي نعم. الباركود تلقون هالخطوط السوداء والبيضاء في اغلب الجمعيات حاط تحتها الوالد دفع وخلص. صحيح. خلص الموضوع كله. وفي بعض الملاحظات مثل ما تقول احتمال يرجعون الاهالي من المدرسه بدري اليوم. يعني جهزي الطبق بسرعه يمه. بسرعه اي. عساك على القوه، الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين ان شاء الله. امين امين. مع ابو سعود اليوم طبقنا حلو وحوار شيق وجميل وما يطلع من الحلو الا الحلو بداية خشم. الله يسلمك بارك الله يرحم لي والديك. ما شاء الله طلعت الريحه شفت شلون؟ هاي بس ملح بالاسود وزبده تخيل. اي ما شاء الله. ايش رايك نبلش في سلطتك؟ يلا لين ما انا اشوف الماي اتوقع بدا يفور ما راح اخليه يطبخ. المقادير كلها موجوده عندنا هني التركي صدور التركي وعندنا البازيلا والبطاطا والجزر. الجزر طبعا الجزر يعطي حلاوه كذي في سويت. اي نعم. في الشغل فخل احط شويه دائما نحط مقادير متساويه من كل المقادير هذه. يا عيني عليك. لازم تكون متساويه علشان التوزيع يكون ايضا متساوي. يا عيني عليك. فهذه البازيلا طبعا ابو سعود امس على اكثر من فيديو قاعد اطالع طريقه. نعم. السلطه الروسيه البعض يخف من حده المايونيز عشان يكون طبقه مو بثقيل وايد. أيه. تلقاه يخلطه مع كريمه حامضه او روب شوي. صحيح. انا بس بحط بس اللي هو المايونيز. تمام. المايونيز عاده يجي بعد بنكهات، هذا مايونيز احنا الستاندرد اللي هو بدون اي نكهه. اهم شيء التوازن اللي يصير في المكونات هذه بحيث انه المقادير تكون متساويه. متساويه يا عيني عليك. ايش اللي بغيناه الله يسلمك. المايونيز يكون مثل باك جراوند يمسك الموضوع هذا كامل، خل اخلطهم شوي مع بعض. حلو. بعدين بحط عليهم الحامض على حلو. اساس انه اوكي. والله لوحه فنيه. اي والله شفت الالوان شلون؟ يعني مصور وفوتوغرافي وفنان يعني بيسوي لنا سلطه فنانه. طبخ فن. اي نعم. والعين تاكل قبل الحج. تاكل بالضبط قبل الحج. يا عيني عليك. فلازم الذوق يكون تمام. طيب هذا عصره اللومي براحتك المقادير اللي تعجبك. بحط شيء بسيط. اي
ايوه وازيد شوي من الملح لان ردي بنشخر العيش. نخلطهم مع بعض. الله 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 الله. يا سلام. الوان جميله. أيوة. ومتى بتحط المايونيز ابو سعود؟ انا افضل على هونك. إيه تبي اخر شيء؟ اخر شيء احطه مع سلطه التقديم. حلو. ووزعه بطريقه ان اللي بيخلط مع المايونيز هو يختار كميه المايونيز اللي يحتاجها. يا عيني عليك، ما تبي ملح فلفل اسود لها؟ يبي له شوي ملح فلفل اسود. هذه الملح الله يسلمك. وخذ راحتك. نسكر على راس العيش، من يعطينا اول فوره بنشغله. الحين الله يسلمكم وانا اشوف اللحم، لاحظوا معي ما شاء الله السوائل اللي فيه كلها انشفت، هالزبده اللي داخل موجوده هي بتحمر لنا البصل، توكل على الله يا ابو سعود. تبي الفلفل الاسود؟ ان شاء الله. سم. يا سلام. يسلمك الرحمن. بايب صحن على جنب وبنشيل منه اللحم. يا مرحبا يا ابو سعود. يوم حطينا الفلفل شوف إيه؟ اعطاها لوحه جماليه اكثر. اي تكستشر ثاني يعني. حلقة جدا جميله اليوم. اي والله. عيني عليك بارده. فعلا لوحه فنيه. عيني عليك بارده. الله يسلمك. زين الله يسلمك ابو سعود، تنصح اخواننا واخواتنا، اتوقع في رمضان مكان المطافي مبطل، يقدرون يزورونا اخواننا واخواتنا يشوفون الابداعات من نعم. شبابنا واخواتنا المبدعين اللي هناك. احنا في مطافي طبعا فاتحين طول رمضان. حلو. والمعارض ايضا موجوده. حلو. في فعاليات راح تصير. يعني القرنقعو ان شاء الله بعد راح يكون، فترقبون شغلات كثيره. حياهم. بعد الافطار يجونا لين تقريبا الساعه 11 بالليل. يا عيني. طبعا حديقه البدع عند حديقه عند مكان المقر الاكسبو مطافي وادي السيل القديم. يا عيني عليك. هو نفسه تحول الحين الى مكان للفنانين. تشوف في اقبال تبارك الرحمن من هالقطر، بما انك ما شاء الله متداول يوميا هناك، خلينا نقول جدا. وبعدين يجونا يعني شريحه مميزه من المجتمع المتذوقين للفن. يا عيني. وهذه الناس يجون يستمتعون بالمعارض اللي عندنا، الريحه كل مالها تصير ألذ ولذ. يا عيني يعني. عليك. انا هالكميه بخليها هنا عشان تعطيني طعم مع البصل. من يبتدي يحمى الزيت هذه بنوخرها شوي، لان بنرجعها مره ثانيه على الخلطه هذه. بسم الله وعلى بركة الله. الأولين يقولون حبة العيش عشان تعرف انها انطبخت. ليش الحبة شطول ما شاء الله. يا عيني عليك. ولا تهون قبشة خشب كذي ارفعها شوف الحبة تنمرد ولا ما تنمرد. طبعا ابو سعود بيعطيكم طريقتنا في العيش الشيلوني، ما شاء الله العين لا تعلى على الحاجب معاكم انتم وحمد في العيش. لاحظوا معنا السادة المشاهدين. ها تنمرد؟ الحين. يبي لها بعد مو دقيقتين ثلاثة. الحين يا تحزت البصل. والزيت حامي. الله عاد حمسه البصل هاي اللي تحليها مع الزبده. يا عيني عليك ابو سعود، ايش رايك نتبادل الادوار والاماكن؟ يلا استلم انت مكاني الله يسلمك. ابتدي يحمس، انا بنتظر العيش اوكي يستوي معانا وبنرفعه. احنا نجهز مشخالنا لان عيشنا بنرفع منه شوي. زين خليت الساده المشاهدين. زين خليت شويه لحم هني وشويه إيه عشان الطعم. يعطيك النطعم. اي نعم. شوفوا معاي الله يسلمكم حبات العيش تفرقت، مجرد ما تمردونها خلاص تلقونها انمردت في يدكم. الحين طبخ معانا العيش خلينا نقول 85%. بدأت تطلع ريحة البصل. يا سلام. ايه تهجر روس يسوون ورية. لا لا ما اعتقد. نجرب نسوي ورية بطريقة روسية. اي والله يبيله يبيله ليش لا؟ بسوي الورية بزيت زيتون. شو نسوي عشان تستوي معانا الورية؟ ان شاء الله تطلع معانا. بان الهواء بارد ما شاء الله. صحيح. رشه زيت زيتون حلوه كذي وبعدين برش العيش. على كيف كيفكم. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. هاي التشتشه اللي نبيها. اي والله. يه. اوه خوش ريحه. خوش ريحه. خوش ريحه. بنساوي العيش وبنفرده. بس وطينا على اقل درجه حراره. ونشوف حمسه ابو سعود. يا سلام. بصل خذلون. الله الله بالمشروم يا ابو سعود. يلا. توكل على الله. يلا. المشروم طبعا بينزل الماي اللي فيه، احنا نبي الماي يطبخ فيه مع اللحم. توكل على الله. بسم الله وعلى بركه الله. كل ابوه. يا عيني عليك. حركه بسيطه كذي من يدك الطيبه. وعيشنا يتبخر وياخذ راحته. ما شاء الله لا اله الا الله. تهجى نزيده ملح وفلفل اسود شوي. يبيله شوي. توكل على الله. إيه. هذه الملح عفوا الفلفل الاسود. سلام. اشوفك من ساعه اخذت فيني فيها صوره ها ابو سعود. ايه اخذت لك كم لقطه. خلينا نجرب كذي اخر شيء الغطا. العدسه هذه ايوه. كل شيء قد ما اقدر اقلل ملحي عشان ما تتعور. وانا مندمج كذي. وانت مندمج.
اوكي. لا والله عجبه. الله يهنيك. يلا معاك ويرزقك من حيث لا تحتسب. الله امين امين. عاد المرات الجايه ان شاء الله بنشوف باقي كاميراتك الموجوده عندك كمقتنيات باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. والله عندي مجموعه كبيره 300 كاميرا و400 كاميرا. ما شاء الله لا اله الا الله. رقم حلو الصراحه. مجموعه كبيره من 1890 اقدم كاميرا عندي. معارض فيها حق كاميرات وكذي ما شاء الله. الكويت عندهم تقنياتها، للسعوديه ايه البعض منهم. انا ناوي اسوي معرض عندي في البيت. اي فالبيت الجديد شي فوق مسوي له بنت هاوس كامل. عاد اول من بيك انا ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. ونخلي حمد يطبخ لنا هالمجبوس الزين. ابو سعود ولا تهون. ننزل اللحم الحين. يلا. وانا بجيب لك الكريمه بننزلها مع بعض. يا ويلي الريحه عيني عليها بارده تبارك الرحمن. شيء على كيف كيفكم. طبق روسي من مين كورس ومن مقبلات بيد اخونا الغالي ابو سعود. الحين مثل ما قلنا الطبق الروسي يحتاج كريمة الطبخ. البعض بيحط حليب بكريمة الطبخ براحته، لكن احنا طبقنا بس كريمة الطبخ. بسم الله وعلى بركة الله. من يغمره خلاص بنوطي على النار، نخلي اللحم ينطبخ على راحته. لوحة فنية ترى. اي والله لوحة فنية. والله شوف شلون الكريمة توزعت على يا عيني لك. عطى خلطة خفيفة ابو سعود. ايوه. ايه يلاحظون السادة المشاهدين البصل لما تكرمل معانا عطانا لون مصفر شوي. بالضبط. ايش رايك نزل عصرة الليمون؟ يلا توكل على الله كل ابوها. خل طبقنا حامض شوي. زين. البعض يحب يحط الزعفران عشان يعطيه لون حمسة مصفرة. احنا طريقتنا بنخليه على عدالة، طريقة روسية بحتة خلينا نقول. في البعض انا اتذكر مرة طبخت هالطبخة حطيت فيها اصابع الذرة فعطتني طعم بعد وايد حلو. نعم. وكل واحد بطريقته، تبي تضيف اصابع الذرة، تبي تضيف حتى على هالخلطة غير المشروم مثلا الفقع انت واجد عندك بيعطيك طعم بعدها مختلف. يا عيني عليك يا عيني عليك. الحين من التسكر وعيشنا يتسكر الله يسلمك ولا تهون لقطة. سكر عليهم، خلي العيش على نار هادية واللحم حطيناه نار وسط. ان شاء الله باذن الله. الحين نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل وبسوي معاكم باقي السلطه وحلى على كيف كيفكم. يا مرحبا بكم، رجعنا لكم بعد الفاصل انا واخوي ابو سعود مبدعنا خلينا نقول ابو سعود الاسترقانوف. هذه اللي الحمى ذبلت معانا والعيش عندنا انشخل وتسكر على راحته، خلى على نار هاديه. الحين يا دور الحلى. الحلى مثل ما قلنا يسمونها الكيكه الروسيه. انا بشتغل على بعض المقادير واخوي ابو سعود بيشتغل على بعض المقادير. اول شيء بشرح هالجهه عندنا شنو. عندنا الله يسلمكم الطحين، عندنا الزبده، عندنا البيض. هالقالب تحتاجونه، عندكم طاسه صغيره تبون تقسمونها يا مرحبا. تطلبونها ايضا من السوق البلدي موجوده، عندهم القوالب جاهزه. البلدي اكسبرس اذا تدشون تلقون منتجات المواد، خلينا نقول المواد اللي تقدرون تطبخون فيها. عندنا الشكر، الفانيليا، بيكربونات الصودا، عندنا العسل هني، البسكوت انا سويته وجهزته 3 حبات، براويكم طريقه وايد حلوه. هني عندنا العجينه جهزت، فبنختصر على بعض الوقت عشان العجينه جاهزه عندنا. الزوايد من هالبسكوت طحناها خليناها عندنا حق التزيين. هني عند مقادير اخونا ابو سعود، عنده الله يسلمكم كريمه الطبخ، وعنده الكراميل، وعنده الجبن اللي هو الجبن كيري او جبن الجلاصات براحتكم. الكريمه جاهزه عنده هني، فاحنا الله يسلمكم بنستغل الكريمه الجاهزه اختصارا للوقت. اول شيء ابو سعود جهازك شغال؟ يا عيني عليك، عطى ضرب يا ويلي يا ويلي. توكل على الله. بتحط انت الله يسلمك الكريمه، بتضربها ضربه، عقبها بتنزل عليها الجبن وشوي من الكراميل. وانا ببلش هني، اول شيء نحط الزبده على هالجدر الحلو. من الزبده تبتدي تذوب. بنعلي على درجه الحراره. يا عيني عليك. سلام. يا عيني عليك. وعندنا بعد الزبده الله يسلمكم نحرك شوي شوي. من الزبده تذبل معانا مقاديرك، خذ نص هالكميه في ديت خشمك. هاي الزبده بدات تذوب ما شاء الله. من تاخذ كذي ذوبان حلو. يا عيني عليك، هو بيسويها بطريقته. ما نبي نخرب على ابو سعود، مبدع في كل الحالات اللهم لك الحمد. الله يسلمك. هذه الزبده ذابت، الحين الشكر. بسم الله وعلى بركة الله. طبعا السكر براحتكم، تبون تزيدون الكمية تقلون الكمية يا مرحبا. انا بحط هالكمية كل ابوها عشان تاخذ معانا لون وكيكة عسل على كيف كيفكم. هذه بنحتاجها حق بعدين حق العيش. انا بحط الجبن بعد كله على اساس انه ياخذ شوي ثقل. حموضة يضرب حامض حلو على قولتهم. أيوة. يا عيني عليك. لاحظوا معاي قوام الزبدة شلون صار، والسكر الحين بيتكرمل بياخذ معانا لون وايد حلو.
الله الله الله، هذه السكر ما شاء الله مثل ما تشوفون بدا يتكرمل معنا ويصك مع الزبده. ابو عبد العزيز اموره طيبه. الحين الله يسلمكم العسل. ايه الكريمه تقريبا بدات تصير، بس بحط عليها الكراميل نص الكميه. الله يهديك الكميه على اساس ما تصير. يا عيني عليك. هذه العسل وخلصناه. يا سلام. يلاحظون معي الساده المشاهدين مع الفوره الحلوه هذه بنخف على النار. الله شفت اللون شلون صار عندي؟ ايه الله ايه لوحه فنيه. إيه؟ الفانيليا الله يسلمكم شوي عندي وشوي عند اخوي. نعم. هني ابو سعود بيبتدي بيحرك معاي. حياك ابو سعود. يلا هني بنكسر بيضتين، تقدرون حسب الكميه اذا عندكم كميه عوده. طبعا بيشوفون الساده المشاهدين كل ما بترتفع عندكم الخلطه هذه من تبرد عشان يمديكم تحطونها في العين. احنا ايش بنسوي الحين؟ طبعا حطينا البيض مع الفانيليا، بتحطون شوي من هالخلطه وبتحطون من الطحين، تبدون تخلطونها لين ما تستوي معاكم بهالطريقه. احنا مثل ما قلنا عندنا العجينه جاهزه وفي نفس الوقت دخلناها الفرن. فانتم تاخذون تشوفوا ما شاء الله قوام العجينه تكون معاكم بهالطريقه. تلاحظون معي؟ يا عيني عليكم. تاخذون اكور حسب رغبتكم تكورونها بهالطريقه. ايش بنسوي؟ بناخذ كوره عوده ابو سعود. على اساس الله يسلمك نفردها. مجرد ما نراوي الساده المشاهدين شلون طريقتنا فيها. بنكورها. تبونها مربعه، تبونها مدوره براحتكم. وعندنا هالزين هذه مطاطيه شوي. مطاطيه تستوي لي حتى اصلا وايد حلوه ابو سعود كانت تشمها. بعد ما تسوون الله يسلمكم هالحركه، لاحظوا معي، تبوا تسوونها اكبر اصغر براحتكم. هالبقايا بعد دخلوها الفرن. دخلوا هالقطعه ودخلوا البقايا، بتستوي معاكم البقايا كذي تطحنونها حق التزيين. والقطع تكون جاهزه عندكم، بس قبل لا تسوون هالحركه الله يسلمكم تغششونها بهالطريقه بالشوكه. كل واحد له طريقته من اخواننا وخواتنا. بس تاخذون هالقطعه تجيبون الفرن الله يسلمكم. زين تصلخ. طبعا اهم شيء ورق الزبده، فانا بس مجرد اني اراويكم اياها العجينه تستوي معاكم بهالطريقه وتدخلونها الفرن. الوقت اللي تاخذه قلنا من 10 دقائق لربع ساعه. صارت معاكم هاللون ويبست والبقايا يبسوا، تطحنونهم في المطحنه وتجهزونها. عاد الحين جهز طبقنا. كريمتك جاهزه الله يسلمك؟ جاهزين. ايش رايك اعطيك التزيين انت وانا انشب؟ يلا. حق نشاب العيش بناخذ واحده ثانيه. ايه. يا اخي مبدع. يا اخي انا بمسلك لك اياها. الله الله. يجيب الطبق الثاني ولا تهون. الحبة الثانية. ايوه. يا عيني عليك. خف الكريمة ابو عبد العزيز ابو سعود ولا تهون. ابو عبد العزيز هذا وين يونا اليوم؟ ها؟ الله الله الله. يا سلام. الطبقة الثالثة ولا تهون. انا ببتدي متشاب هني. العيش وما شاء الله شوف حباته شلون على قولتهم صارت عرايل، كل حبة كأنها اريل تبارك الرحمن. ما شاء الله. ناخذ من العيش الزين هذه. نصبه في هالطاسة. أنا بصراحة أحب الكريمة ذي فزيت الشيلة شوي. روح استمتع. بس إيه. على ذوقك اليوم يا أبو سعود. الله الله. عشان ما يتلعوز العيش عندنا. والبسكوت بيتشرب شوي بعد. البسكوت بيتشرب. ينعم. حركة حلوة كذي. لاحظوا البصل في قاع الجدر تكرمل. خش ريحة. ها يا سلام. خش صج فنان معاه طبق فنان اليوم صراحة. فالحين شو تسوون الله يسلمكم عشان ما يتلعوز مكانكم؟ رشوا على جوانب العيش. يا هلا بصلاة اللي أذتنا. ييه. جهز صلاتك أو رشها بالدايجستر هذه بالبسكوت اللي سويناه. قد طبخت الله يسلمك الاستراجانوف ولا أول مرة تشوف الطريقة قدامك؟ هاي تقريبا أول مرة أشوف الطريقة قدامي. الله الله الله. بس طبعا يعني ان شاء الله بتطبقها حق العيال الله يحفظهم من اليوم. اكيد هذه من الشغلات اللي تعلمتها اليوم بعد معاك اكثر. توكل على الله. رشها بكريم كراميل. هذه خلصنا منه. طبقنا هني جهز. شو نسوي الحين؟ شوف 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 الفنيات ابو سعود. الله 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 الله. شوف الكراميل شلون بينزل. أشوف الحين أشوف على الكيكه. اشوف الكراميل. يا ويلي. هذه كيكه العسل الروسية. الله. عندنا المخلل، طبعا المخلل شيء اختياري، اللي يحب يضيف يضيف، اللي يحب يستغني يا مرحبا.
انا احب الكراميل كذي بزياده، فراح اضيف على الجوانب بعد شوي يقدر الواحد يغمس. يا عيني عليك حطيت هالجهه فيها مخلل، هالجهه بخليها بدون مخلل. سكر يا ويلي يا ويلي، كيكه عسل روسيه على كيف كيفكم. صار بحر ولكن حلاوته عشان العالم يوم تضرب ضربتها بالقبشه تستمتع. بالضبط. سلطتك ولدهم بعد الحين بسعود. السلطه الحين المايونيز عندك يا هناك. انتم تشكيلتك مثل ما قلنا هالسلطه برغبتك اللي سويتها. انا قلت ابي المايونيز عشان يستغنون عنه. على فكره في ناس وايد على بالهم المايونيز هي من الشير. مو من الشير المايونيز، انا اسلمك خلطه بيض معاها دهن. معاها دهن وشغلات زي هذه. انا افضل احط كميه في النص هني. واللي بيخلط يخلط. كذي. والواحد يخلط على كيفه. ابو سعود سواها بطريقته الخاصه. بحط بس حبه ايزاره في النص. ايه. عشان تكسر. ويجيب لك المخلل بعد تزين لي اياه بالمخلل من يدك الطيبه. تبي على الجوانب. هذا المخلل احذوك في ديتك. ايوه. خذ الكميه اللي تبي ولا اخذها عنك، وانا تبيها على الجوانب ها؟ على الجوانب كذي شوي. عاد الحين انت حط لي بالشوكه تبي تحط فوق براحتك. شوي هني بعد ايه. الله يطول لي بعمرك يا ابو سعود وما قصرت وبكذي الله يسلمكم. نشكر اخونا ابو سعود على هالوقت الحلو اللي قضيناه مع بعض. الله يسلمك. وطبق حلو حق اهلنا وجماعتنا المتابعين الحلوين اللي يتابعونا اليوم. انا وايد استمتعت اليوم معاك. الله يرحم لي والديك. وعدد هالوجبات هذه يعلمن يومك الجنة. وباخذ صوره بالكاميرا كذي. وصوره لك بعد. استمتع. لا وسوي لها زوم بعد فرار. لازم. يا سلام. يا عيني عليك. وابي صوره لك كذي بابتسامه حلوه. يا سلام. واحد اثنين. ان شاء الله اكون احلى منك في الصوره. الله يسلمك عزيز غالي. عزيز بديت روحك يا ابو سعود. رحم الله والديك ما قصرت. وبكذي الله يسلمكم. نشكر اخونا ابو سعود على جيته ووقتنا اللي قضيناه مع بعض. خلصنا معاكم الاستراغانوف الروسي، عليها العيش الشيلاني، عندنا كيكه العسل الروسيه والسلطه الروسيه. علينا وعليكم بالعافيه وفيه العافيه ان شاء الله.